أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. أطالع في موقع المدى، إلغاء انتخابات الخارج والحركة السكانية، البرلمان يلزم المفوضية بفرز نسبة 20% من صناديق يدوية. وفي الزمان المفوضية، إلغاء نتائج الانتخابات قد يؤدي لحرب أهلية في العراق. ونقرأ في الاتحاد الإماراتي، عقوبات أمريكية تطال فصيلين في ميليشيا الحشد الشعبي. نشر في الحياة، اتفاق أمريكي روسي لتثبيت هدنة الجنوب، وإسرائيل ترفض أي وجود إيراني في سوريا. نطالع في الشرق الأوسط، مطار الحديدة تحت السيطرة النارية للشرعية، تحرير ثلاث مديريات وانهيارات وسط الحوثيين. نقرأ في الخليج الإماراتي، شهيدان وجريح في قصف إسرائيلي متواصل على غزة. نتصفح أخيرا وليس آخرا في العرب الجديد، مساعد كبير لزعيم كوريا الشمالية يصل إلى سنغافورة تحضيرا لقمة ترامب كيم. أهلا بكم. ما يحصل الآن من فضائح إعلامية بشأن الانتخابات العراقية الأخيرة لا يخرج عن سياق تكرر في الدورات الثلاث السابقة في عملية التزوير، لكن ما استجد هو دخول المكننة الإلكترونية المعروفة عالميا بدقتها في عمليات التصويت والفرز. مجد سمرة يرى في مقاله بصحيفة العرب اللندنية أن هناك مافيات للتزوير بارعة وقادرة على التلاؤم مع هذا التطور التكنولوجي بشراء وبيع الأصوات أمام واقع مفوضية الانتخابات المخزي في خضوعها لإرادة الأحزاب المهيمنة. لقد عجت بعض الفضائيات بعروض أشبه بالمسلسلات الرمضانية لفضائح في التزوير وعمليات إزاحة فائزين وإحلال آخرين لقاء مبالغ كبيرة للمقعد الواحد، وظهر هؤلاء الخاسرين بأبهى الملابس وبوجوه لامعة، فيما غطى تعب وجوه المنكوبين الباحثين عن جثة لابن أو أخ أو أم ما زالوا تحت الأنقاض في مدينة الموصل مثلا. وعزز بعض الخاسرين ثورته باجتماعات سرية تمت خلالها تلك الصفقات المريبة مع أحد أعضاء مفوضية الانتخابات، فيما طالب آخرون باسترداد المبالغ التي صرفوها على الحملات الدعائية. ووصلت الاحتجاجات إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة من قبل 100 نائب، بينهم رئيس البرلمان الحالي. الانتخابات الأخيرة لم تزح إلا نفراً قليلاً من الفاشلين والفاسدين من داخل الكتل الكبيرة، وقد تكون زعامات هذه الأحزاب هي التي قدمت هذه الفدية لإبعاد الشبهات عنها لصالح بقائها، وتنتظر خمود وبرود الاندفاع الشعبوي الذي قاده الصدر في لحظات فوز كتلته لكي يتم العمل الهادئ الذي تقف خلف إيران ببرودة أعصابها وبدهاء ممثلها قاسم سليماني للوصول إلى قسمة ترضي طموح الصدر في دعواته للإصلاح، لأنها تعرف بأن هذه العموميات لن تزيح النفوذ الإيراني. الكاتب يرى أن سقوط بعض الفاشلين في الانتخابات والإحجام الهائل من الناس بنسبة تصل إلى 19% وليست نسبة 44.5% التي أعلنتها المفوضية قد تخفف من جموح قوى الفساد والطائفية، لكن لا تزيح إطلاقا، وهذا ما سيصيب العراقيين بخيبة أمل جديدة. الكاتب يضيف أن ثورة الخاسرين التي تحصل اليوم على هامش نتائج الانتخابات هي ليست ثورة جياع الخبز والأمن والأمان وإعادة الحقوق وتحقيق العدل والمساواة، أو إنها ثورة ضد الطائفية، بل هي ثورة ضد خيار إزاحة رموز الفساد والفشل.
تعد قضية التزوير في الانتخابات العراقية التي جرت قبل نحو أسبوعين واحدة من القضايا المثيرة للجدل في الأوساط السياسية والحزبية في العراق، ذلك أنها تطعن في نتائج العديد من الدوائر الانتخابية، وبالتالي تضع بعض الأطراف في دائرة الشبهة والشك، خاصة في ظل وجود اتهامات لعصائب أهل الحق المنضوية في إطار تحالف كتلة الفتح. هذا ما أشار إليه صادق ناشر في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية. على الرغم من أن الحكومة العراقية شكلت لجنة للتحقق من عملية تزوير واسعة طالت الانتخابات، لم يتم حسم هذه المسألة بعد، فيما أكدت نائبة في البرلمان وهي رحاب العودة أن لجنة من جهاز المخابرات أجرت تجربة ونجحت بسحب التصويت وإعادته بأعداد أقل أو أكثر، وهو ما يؤكد بوضوح لا لبس فيه حصول عمليات تزوير واسعة النطاق. الاتهامات الأكثر وضوحا جاءت من النائب جواد البولاني الذي اتهم عصائب أهل الحق بعملية التزوير، قائلا إن الفصيل المذكور حصل على 15 مقعدا مقارنة بمقعد واحد كان يحوزه في البرلمان الحالي. ومع أن عصائب أهل الحق ترفض الاتهامات قائلة إنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية ضد مطلقي الاتهامات، إلا أن القضية لا تزال مثارة على كافة المستويات وتشير إلى إمكانية أن تأخذ منحا أكثر تصاعديا، خاصة أن هناك من يرى أن عملية التزوير لا تقتصر على جهة أو منطقة بعينها بقدر ما هناك خللا في نظام التصويت الذي تثار حوله شبهات فساد، سواء من حيث الأجهزة التي تم شراؤها بمبالغ تفوق قيمتها أو تشكيل لجان الفرز اليدوي التي خصصت لها ملايين الدولارات. الكاتب يقول إنه في المحصلة الأخيرة، سواء حسم الجدل بوجود تزوير أم لا، فإن القضية ستبقى مثارة لفترة من الزمن وستعكس نفسها على الأوضاع الداخلية في العراق، وقد تكون لبنة لصراعات بين الأوساط والفصائل السياسية في البلاد لسنوات مقبلة. ذلك أن طبيعة الوضع الذي يعيشه العراق لا يزال محكوما بأدوات الصراع القديمة، فهناك من لا يزال يرى في العراق ملعبا لإيران وأدواتها المختلفة، وهناك من يحاول الإبقاء على التوازنات الداخلية القديمة كما يقول الكاتب. تبدو المواجهة بين أمريكا وإيران في العراق جلية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرا، غير أنها مواجهة محكومة بأسباب تدفعها إلى أن تكون مواجهة قوى ناعمة أكثر من كونها مواجهة مسلحة، فكلتاهما إيران وأمريكا يمتلكان من أسباب القوة ما يمنعهما من أي مواجهة عسكرية غير محمودة العواقب. إياد الدليمي يرى في صحيفة العرب الجديد أن هذه هي حسابات المنطق، وهي حسابات قد تكون خاطئة، خصوصا في ظل وجود تأثيرات عديدة أخرى قد تدفع أحد الطرفين إلى الخروج من قواعد اللعبة واللجوء إلى تفجير الوضع نتيجة يأس ما. تتسارع خطوات طهران وواشنطن من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة، كل يريدها تابعة له ولو بالحد الأدنى. فمقتدى الصدر زعيم تحالف سائرون الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي ليس حليفا مفضلا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه لا يبدو حليفا مفضلا أو مرغوبا به من الإيرانيين. فعلى الرغم من شيعيته وكونه أحد رجالات المذهب في العراق، إلا أنه لا يبدو ودودا تجاه النفوذ الإيراني في العراق. من هنا فإن الصدر، وحتى إن لم يكن مرغوبا به أمريكيا بسبب تاريخه الصدامي معهم، إلا أن له حسنة واحدة بالنسبة للأمريكيين تتمثل في عدائه الظاهر لإيران. وبالنسبة لهذا فإن الصدر الذي جاهر برفضه التدخل الإيراني في العراق له حسنة تتمثل برفضه الوجود العسكري الأمريكي في العراق. قد تبدو هذه المفارقة الصدرية نادرة، فلا هو متطابق مع إيران ولا متطابق مع أمريكا، ولا هو متقاطع مع إيران ولا متقاطع مع أمريكا، وبالتالي
قد يبدو الصدر في لحظة فارقة مفضلاً لكلا الخصمين اللدودين أمريكا وإيران. الكاتب يرى في ختام مقاله أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بمفاجآت عديدة، والتفاهمات الأمريكية الإيرانية غير المعلنة في العراق قد تنتهي في أي لحظة، ليبقى العراق على صفيح ساخن. لا يكاد يخلو يوم دون انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض في الموصل القديمة، على الرغم من مرور عام تقريبا على إعلان حكومة العبادية الانتصار على تنظيم الدولة. هكذا يصف الكاتب. هيفاء زنجنة ترى في صحيفة القدس العربي أن انشغال المسؤولين والسياسيين بمماحكة تزييف الانتخابات أو عدم تزييفها والتنسيق فيما بينهم لإبقاء ذات الوجوه بأقنعة مختلفة متجددة في الحكم دفع الموصل بعيدا عن المسؤولية الحكومية والأخلاقية ليعيش أهلها في ظلال موت من نوع مغاير نتيجة الخراب والتلوث والأخطار الصحية وحالة الإحباط والوقوف على حافة الجنون يأسا. ليست هناك إحصائيات دقيقة حول عدد الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض، إلا أن عمليات انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في المدينة القديمة المستمرة ورائحة تفسخ الموت القوية تشير إلى أن العملية أبعد ما تكون عن نهايتها، إذ إن وضع حد للمأساة ليس من أولويات الحكومة، وإن كانت قد جعلت من إعادة إعمار الموصل شعاراً للاستجداء في مؤتمر المانحين بالكويت. يقول متطوعون مدنيون أخذوا على عاتقهم مهمة إنقاذ المدينة من الموت إنهم بحاجة ماسة للمعدات التي تسهل عملية الانتشال، وإن حجم الكارثة أكبر بكثير من إمكانياتهم المتواضعة، كما تبين أشرطة الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن عمليات الانتشال وإن كانت ضرورية كحل سريع إزاء تقاعس الحكومة عن القيام بواجبها، إلا أنها تتم بشكل لا يوثق بشكل علمي صحيح. أعداد الضحايا وظروف قتلهم ناهيك عن هويتهم ودفنهم بشكل يليق بالكرامة الإنسانية. إن النقطة الأساسية التي ستحدد علاقة أهل الموصل وبقية المدن المنكوبة بأية حكومة مقبلة هي الاعتراف بالمسؤولية عما جرى من خراب وإصلاح الضرر وعدم الاكتفاء برميها كلية على تنظيم داعش. الكاتبة ترى أن الحكومة كان واجبها أن تجد السبل الملائمة مهما كانت صعوبة الأمر لحماية حياة المواطنين وتقليل فرص تعرضهم للخطر، لا المشاركة بقصفهم والطلب منهم عدم مغادرة المباني، إذ من المضحك كما تقول الكاتبة من المضحك مطالبة التنظيمات الإرهابية وهي الإرهابية بحكم توصيفها وممارستها بحماية حياة المواطنين، بينما لا يطبق الأمر نفسه على الحكومات والدول، وهذا هو بالضبط ما عجزت عن تحقيقه حكومات الاحتلال المتعاقبة. سلطت صحيفة الحياة اللندنية الضوء على الجهود الدبلوماسية المتسارعة لمنع تصعيد عسكري في الجنوب السوري، بينما اتفاق أمريكي وروسي لتثبيت هدنة الجنوب وجلاء القوات الإيرانية كانت موجودة في وقت وسعت إسرائيل بنك أهدافها ضد إيران ليشمل أي وجود عسكري لها مهما كان حجمه وفي أي جزء من سوريا، وليس فقط في المناطق المتاخمة لحدودها. وكشفت الصحيفة أيضا عن توافق رباعي في طريقه للتبلور بالأحرى بين موسكو وواشنطن وتل أبيب وعمان، محوره الرئيس انسحاب القوات الإيرانية من الجنوب السوري. الأردن أعلن أنه يناقش التطورات في جنوب سوريا مع الولايات المتحدة وروسيا، وأن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد التي أقيمت العام الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول وصفته بالبارز قوله إن الدول الثلاث روسيا أمريكا والأردن اتفقت على ضرورة الحفاظ عليها كخطوة مهمة لتسريع وتيرة مساعي التوصل إلى حل سياسي
في سوريا، فيما شددت موسكو على ضرورة سحب جميع القوات غير السورية من الجنوب وانتشار القوات السورية الحكومية في المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منذ البداية يفترض الاتفاق على إنشاء منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا سحب كل القوات غير السورية من هذا الجزء في نهاية المطاف، مضيفا أن للقوات السورية وحدها أن تنتشر على الحدود الجنوبية. يأتي هذا التهديد على وقع تقارير أكدت أن طهران وافقت على عدم مشاركة ميليشياتها ومنها حزب الله في معركة السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة شرط عدم ممانعة الجانب الإسرائيلي الحملة العسكرية لقوات النظام وميليشياته. الصحيفة تشير في ختام تقريرها إلى أن على موسكو إبعاد القوات والميليشيات غير السورية إلى مسافة 15 كيلومترا من الحدود مع الجولان في مرحلة أولى وحتى 24 كيلومترا في المرحلة الثانية. في المقابل تحارب واشنطن تنظيم داعش على الرغم من أن الطرفين تبادلا أكثر من مرة الاتهامات بعدم الإيفاء بالالتزامات. هل أنقذت كوريا الجنوبية القمة المزمع انعقادها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون من حافة الهاوية بعد تعرضها للإلغاء؟ وهل سيحقق الرئيس الجنوبي مون جاي إن فتحاً في جهوده للسلام في شبه الجزيرة الكورية أم أن الأمور ستسير على غير ما يراد؟ هذا هو السؤال. هذه التساؤلات طرحها يوري فريدمان في مجلة أتلانتيك الأمريكية. الكاتب يشير إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي أسهم في دفع هذه التطورات إلى الأمام، حيث مارس الضغط بقوة لإجراء محادثات بين ترامب وكيم، وأنه يبدو أن استثماراته الدبلوماسية بدأت تؤتي ثمارها مع اقتراب موعد انعقاد القمة، وذلك بعد أيام من الإعلان المفاجئ عن إلغائها. ويشير الكاتب إلى الاتهامات المتبادلة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن الوعود المنهارة وسعي مون إلى إنقاذ القمة ووصول مسؤولين أمريكيين لكوريا الشمالية قبل أيام للشروع في الاستعدادات للقمة. ويوضح الكاتب أنه قبل أن ينسحب ترامب من القمة بقليل بسبب العداء المفتوح لبيونغ يانغ وشكوك إدارته بشأن التزامها بنزع السلاح النووي، وضع مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية احتمالات عقد قمة ترامب كيم في موعدها المحدد بنسبة 99.9% من المئة، مضيفا أنه في بعض الأحيان يتحول التاريخ حتى عند احتمالات ضئيلة مثل 1% بل 10%. وبرغم المتغيرات التي طرأت الأسبوع الماضي، فها هو ترامب يتحدث من جديد عن إنعاش القمة الخاسرة رداً على بوادر تصالحية من كوريا الشمالية. ويضيف الكاتب أن رئيس كوريا الجنوبية لا يزال هو الثابت في المعادلة الدبلوماسية، حيث يتحدث بثقة تامة عن المضي قدماً في انعقاد القمة، وينسب لمون القول في بيان بعد فترة وجيزة من تخلي ترامب عن المفاوضات مع كيم، ينسب له أنه قال أنه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وإقامة سلاح دائم فيها يعدان أمران لا يمكن التخلي عنهما أو إبطاؤهما، واصفا هذين الأمرين بالمهمة التاريخية. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. بعيداً كل البعد عن السياسة، في خبر انتهى الأمر بركاب قطار إلى منطقة ساوث يورك
شاير في شمال بريطانيا، بعد أن ظل السائق الطريق من نيوكاسل في الشمال الشرقي إلى مدينة ريدينغ في الجنوب، وأثار ضياع القطار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالتندر على الحادثة التي قد تعتبر الأولى من نوعها في البلاد المعروف بانضباط قطاراتها. وكان قد أعيد توجيه القطار في نهاية المطاف إلى مدينة شيفيلد، حيث تم إنهاء الرحلة، وكان على الركاب أن يستقلوا قطاراً مختلفاً إلى وجهتهم المقصودة. وقال متحدث باسم شركة القطارات: لسوء الحظ تم تحويل مسار القطار بسبب حادث سابق، وبعد التأخير قام القطار بالرحلة إلى مدينة شيفيلد، حيث تم نقل الركاب لخدمات بديلة لمواصلة رحلاتهم، ويجري حاليا التحقيق في سبب هذا الحادث. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.